أعرب عدد من العاملين بمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، والذي تم افتتاحه في المرحلة الأولى اليوم، عن شكرهم للدولة المصرية إزاء التسهيلات لإنشاء المصنع. كما أكد عدد من المسؤولين بالمصنع بأن إعطاء الرخصة الذهبية له ساهمت في توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل. وأشاروا أيضا إلى أن الدولة ساهمت خلال الفترة الماضية بخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا. مصر عندها رؤية واضحة جدا ل 2030، وده جزء من توجه وتوجيهات السيد الرئيس، ودي حاجة بالنسبة لنا كانت حلم لأي مستثمر أو لأي حد عاوز يطور صناعة أو يعمل صناعة في مصر. موضوع زي ما بقول لحضرتك، موضوع الرخصة الذهبية ده بالنسبة لنا كان حلم، في أقل من سنة مصنع ينشأ ويشتغل ويطلع إنتاج، دي حاجة بالنسبة لنا هايلة جدا. وحقيقة يعني المشروع زي حضرتك كده شايف، يعني ما شاء الله احنا في أقل من سنة، يعني احنا تحديدا 15 مارس 2023 جينا استلمنا قطعة الأرض هنا حوالي 200 ألف متر مسطح، كانت طبعا صحراء جدا يعني مفيش فيها حاجة خالص يعني. بعد كده قمنا بإزالة المخلفات وبدينا حفر في 26 أبريل 2023. طبعا بعد كده بدأنا، طبعا احنا عارف إن المشروع عبارة عن مرحلتين، مرحلة أولى مرحلة تانية. المرحلة الأولى عبارة عن إنشاء المصنع اللي احنا موجودين فيه حاليا ده، بالمسطح 67 ألف متر مسطح، مبنى إداري مسطحه 2000 متر مسطح 3 طوابق، وسور طوله 2 كيلومتر، وفي عندنا خزان جوفي بالسعة 1000 متر مكعب. لازم العامل بياخد محاضرة توعية تول بوكس توك، بعد كده بيبتدي إن هو يتوجه على الشغل بتاعه ويكون فيه إشراف ملائم وكافي معاه. بنبتدي إن احنا نتحرك عليهم كل شوية لحد لما بيخلص شيفت بتاعه. بنوفر لهم أماكن رفاهية وأماكن راحة، بيبقى فيه أماكن تدخين خارج المصنع، لأن طبعا كود المصنع ممنوع التدخين أثناء العمل. بنوفر لهم أماكن طعام وأماكن راحة. دورنا في المكتب الفني عبارة عن دراسة اللوحات والتنسيق بين اللوحات والتنسيق بين الأقسام، ودراسة كيفية تنفيذ هذه اللوحات ديت، وإن هي تكون مطابقة للكود المصري ومطابقة للمواصفات. طبعا في حاجات لازم المكتب الفني بيشتغل عليها أو أدوار بيقوم بيها، بيذلل التصميم للتنفيذ، هو ده يعتبر دور المكتب الفني. صراحة الشركة هنا شركة صينية، تمام، من بدأت عندنا هنا في بداية شغلها إن هي السيفتي أولا، وليه السيفتي السلامة، وده ما حضرتك احنا نحافظ على العاملين هنا بخلال ان احنا بنعمل له سيفتي اندكشن، تمام، وتوعيه خلال وتعليمات على الماكينات وطبيعه العمل، تمام. بنقدر حضرتك نوفر له كميه المهمات الوقائيه الشخصيه اللازمه للعمليه الصناعيه اللي موجود فيها، تمام، وبنحد طبعا المخاطر اللي موجوده على الشغلانه، وبنقدر نحميها وبنقدر نعمل لها ازاله وتحكم ليها اول باول. حضرتك احنا كنا مسؤولين عن تنفيذ تجهيزات الطرق الخارجيه، خطوط الانفراستراكشر الخاصه باعمال الكهرباء، تنفيذ اعمال الكهرباء بالكامل في المشروع، تنفيذ المباني الخارجيه بالكامل، والمبنى الاداري وعلى مساحه حوالي 2700 متر. احنا هنا بدانا المصنع ده كان عباره عن هو صحراء وكان حفره كبيره، بدانا الشغل ان احنا نبدا نحط الاساسات ونقدر نجيب تراخيص مختلفه من جهات الدوله المختلفه. الحمد لله كان معانا الرخصه الذهبيه، وده ساعدنا لفتره كبيره ان احنا ننجز الشغل ونقدر نحصل على كل التراخيص اللي احنا محتاجينها في فتره قليله جدا. طبعا اتعلمنا برده الكلام ده، برده خدنا خبره اكتر، اكتسبنا خبره اكتر. طبعا لازم نحافظ على الجوده بتاعه المنتج بتاعنا قبل اي شيء والكلام ده، والحمد لله يعني شغالين الحمد لله وكله تمام. طبعا حاجه مشرفه، وده طبعا بيرجع الى التسهيلات اللي امر بها او بتوجيهات القياده السياسيه، تشجيع المنتج المحلي وتوطينه والتصدير فيما بعد ذلك، ومحاوله الوصول الى رقم ال 100 مليار دولار تصدير في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. طبعا احنا بنقول لعمال مصر كل سنه وهم طيبين، نقول للشعب المصري كل سنة طيب. بنشكر فخامة السيد الرئيس على الاهتمام بالعامل المصري في التدريب والتصفيف. النهاردة بدأ تفتح مراكز النهاردة تبع وزارة العمل لتدريب العمالة المصرية حتى تكون مؤهلة للعمل. النهاردة ده مش أول مصنع سيادة الرئيس، النهاردة هيفتتح في مصانع كبيرة عملاقة دخلت الأراضي المصرية، بيتم إنشائها وخلاص في التجهيزات. المصنع زي المصنع ده بيضم آلاف من العمال المصريين.
بنشكر طبعا فخامه الرئيس على توفير العماله 5% اللي النهارده دخلت سوق العمل. النهارده المراه المصريه بقت في كل القطاعات ودخلت سوق العمل. النهارده العماله الغير منتظمه النهارده بقى لها تامينات وتامين صحي. النهارده اصبح النهارده القطاع الخاص الضمان والامان النهارده موجود في قلبه اكنه شغال في اي قطاع حكومي.